نروح على السؤال اللي بعده، سؤال 5. ألف باء وجيم دال وتران في دائرة مركزها ميم ومتساويان في الطول، أثبت أن لهما البعد نفسه عن ميم. يلا سؤال 5. ألف باء وجيم دال، نعتبر هذا ألف باء وجيم دال، وتران في دائرة مركزها ميم، هاي مركزها ميم، ومتساويان في الطول. شو يعني متساويان في الطول؟ يعني ألف باء طول يساوي جيم دال. لو أنا اعتبرت إنه هاي النقطة مثلا سين منتصف ألف باء، معناته هذه القطعة بتساوي هذه القطعة، سين باء بتساوي ألف باء، ونفس الشيء هنا لو سميتها هاي صاد، إذا جيم صاد تساوي صاد دال. يعني هذه كلها معلومات أنا سويتها. متساويان في الطول، أثبت أن لهما البعد نفسه عن ميم. كيف يعني لهما البعد نفسه عن ميم؟ يعني لو نزلنا عمود من ميم على ألف باء اللي هو راح يمر بسين أكيد، لأنه إحنا حسب النظريات إنه لو نزلنا عمود من مركز الدائرة على الوتر فيها فهو ينصف الوتر، أو على منتصف الوتر فيها راح ينصف الوتر ويكون عمود عليه. نزلنا عمود راح يكون منصف للوتر، أو إذا نزلنا قطعة مستقيمة من المركز على منتصف الوتر فراح تكون أكيد عمودية عليه. إذا نفس الكلام إحنا بدنا نوجد البعد، هذا بعد يعني هاي بدنا نسوي، بدنا نثبت الآن المطلوب إثبات إنه سين ميم يساوي ميم صاد، هذا المطلوب. كويس. الآن أنا بعرف إنه نفس الطول، معناته نص هذا قد نص هذا. الآن لو جيت وصلت بهذه الطريقة اللي هو نص قطر، اللي هو ألف ميم نص قطر، وصلت جيم ميم كمان نص قطر، بستطيع بكل سهولة إثبات إنه المثلث ألف سين ميم يطابق المثلث جيم ميم صاد. إذا بتطابق المثلثين، ليش؟ لأنه عندنا ألف ميم يساوي ميم جيم، ألف ميم يساوي ميم جيم أنصاف أقطار، عندي ألف سين يساوي جيم صاد لأنه أصلاً الوترين متساويين فأنصافهم متساوية. كويس. إذن يتطابق المثلثين، يتطابق المثلثين بضلع ووتر، لأنه هذا قائم، لأنه إذا أجى من المركز على منتصف الوتر فأكيد راح يكون عمودي. إذن في هذه الحالة إيش راح نقول؟ بضلع ووتر. إذن في هذه الحالة ينتج من التطابق، ينتج من التطابق أن سين ميم يساوي ميم صاد، وهو المطلوب. لبعده، نافذة مسجد مصممة على شكل قوس، خلينا يلا سؤال 7. شو بيقول السؤال؟ بيقول نافذة مسجد مصممة على شكل قوس دائرة طول قطرها 5. إذا طول قطر الدائرة 5، معناته إيش راح يكون نص قطرها؟ 2.5 2.5. ارتفاع قوس النافذة فوق منتصف قاعدتها يساوي 1.5 متر. هاي 1.5 متر، هاي كله متر طبعا. كويس. بدي إياه نطلع عرض قاعدة النافذة، عرض قاعدة النافذة. لا إن شاء الله. يلا الآن السؤال 7. بقول نافذة مسجد مصممة على شكل قوس دائرة، يعني طول قطر الدائرة 5 متر. هاي الدائرة، شوف هاي كلها هيك دائرة أو نصف دائرة، يعني خلينا نقول إحنا ماخذين الدائرة جزء، يعني هي ماخذينها. كويس. نصف القطر كله، طول قطره عفوا، طول قطره كله 5. إذا هذا نصف القطر 2.5، وهذا نصف القطر، وهذا المركز. وين القوس تاع المسجد؟ هيات القوس، هو أنا هيك تخيلته إنه هذا هو قوس المسجد، القوس يعني من عند العلامة الحمراء هاي لفوق هيك، هذا كله القوس اللي بحكي عنه. بقول لي إذا كان ارتفاع قوس النافذة اللي هو القوس هذا، يعني شو ماله؟ يرتفع عن منتصف القاعدة 1.5، هاي 1.5، اعتبرت هاي المسافة من هون لهون 1.5، ممتاز. هيك شو بدي أنا أطلع؟ عرض قاعدة النافذة، يعني هيئتها، يعني هي النافذة اللي هي على شكل قوس اللي أنا ظللتها بالأزرق،
بدي انا اطلع هذا الاحمر قديش طوله، ناس لونته بالازرق مره ثانيه، بدي انا اطلع طول الخط او القطعه المستقيمه الحمراء، يعني من هون لهون قديش طولها. طيب سهله جدا، اول شيء ما في داعي نقول انه هذا الزاويه قائمه، لانه انت اصلا كلها تعامله على شكل عمودي، لانه يعني النوافذ بشكل طبيعي راح تكون متعامده على القاعده تبعتها. كويس، الان لو وصلت مثلا اسميها الف بس عشان يصير سهل علي الكلام، وصلت ميم الف، هذا ميم الف اكيد طوله 2.5. ليش؟ لانه نص قطر في الدائره، انه الف نقطه على القوس، اذا على قوس الدائره وصلناها مع المركز، لان هذا نص قطر. الان هذه الزاويه قائمه، ايضا زاويه قائمه. ليش زاوية قائمة؟ لأنه هذا عبارة عن وتر في الدائرة، وهذا عبارة عن اللي هو عمود جاي في المنتصف ينصف، إذا هذا لازم يكون عمودي، عفوا قطعة مستقيمة واصلة بين بين مركز الدائرة ووتر فيها، إذا لازم يكون عمودي عليها. ممتاز. الآن نيجي على القصة اللي وراها، إذا نطبق فيثاغورس على هذا المثلث، راح نطلع سين نسميها اللي هي القطعة المستقيمة من هون لهون، راح يكون نسميها سين، نسميها اي باء، ونسميها اي جيم. اذا الف باء سميتها سين عشان اسهل علي الحسابات. حسب فيثاغورس الوتر تربيع 2.5 تربيع يساوي سين تربيع زائد 1.5 تربيع. اذا طلعت سين اضربها باثنين بتطلع طول القطعه الف جيم كامله. هي هاي كل فكرتنا. يلا كيف بدنا نربع 2.5 تربيع؟ انا عليكم حيله هون شوي. هي 2.5 تربيع هي كانها 25 في 25. هاي في عندنا طريقه لحساب الذهني سريعه هون، انه انا بقول 25 احد 5 5 والعشرات ثابت، هاي لتربيع الاعداد اللي بيكون احد 5، سهل جدا القاعده. اضرب 5 في 5 25، 2 شو اللي بيجي، شو بيجي بعد 2؟ 3، 2 ضرب 3 6، اذا بيطلع جواب 625. يلا 15 في 15، لانه هسه كمان شوي راح اضرب 5.5 1.5 1.5، بس هسه بحول لك قصور سهله. 5 في 5 25، 1 ايش بيجي بعد الواحد؟ 2، 1 في 2 2، اذا الجواب طلع 225. شوفوا جربوها، مثلا لو بدي اضرب 65 في 65 سهله، 5 في 5 25، 6 ايش بيجي بعد ال 6؟ 7، 6 في 7 42. هاي طريقه للحساب الذهني سريعه جدا. بس احنا مسالتنا مش هيك، مسالتنا فيها فواصل عشريه، اذا بدي اضرب 2.5 2.5 1.5 1.5، الفاصل بعد كم منزله؟ منزلتين، اذا اطلع بعد منزلتين، اذا هاي بتصير 6.25 6.25% يساوي سين تربيع زائد 2.25، ومنها سين تربيع تساوي 6.25 ناقص 2.25، يعني سين تربيع تساوي 4، لأن الربع راح يروح مع الربع، 6 ناقص 2 4، إذا سين تساوي 2. هي زائد أو ناقص 2 بس لأنه إحنا أطوال، إذا سين راح تكون أكيد عدد موجب مش راح تكون سالب، إذا سين تساوي 2، إذا هون كمان سين تساوي 2، إذا طول ألف جيم اللي هو القاعدة راح يكون ايش؟ عرض القاعده بيساوي 4 وحدات او 4 امتار حسب السؤال.